أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين بالضفة الغربية. ماذا أستاذ أمين عن رد فعل الجانب الإسرائيلي بعد إضراب بعض الأسرى الفلسطينيين عن الطعام؟ يعني هل حدث أي استجابة من الجانب الإسرائيلي لمطالب الأسرى؟ يعني جاءتنا أنباء قبل قليل، قبل دقائق من الآن، أن الأسرى في سجون الاحتلال علقوا إضرابهم عن الطعام بعد استجابة إدارة مصلحة السجون لكافة مطالبهم 14 التي أضربوا من أجل تحقيقها، بعد أن كان هناك تدخل من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية وتدخل من قبل الجانب المصري، السفير المصري وكذلك رجال من الأمن المصريين الذين زاروا سجن عسقلان في هذا اليوم، والذين كانوا على رأس ما جرى من مفاوضات بين قيادة الإضراب للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية وبين إدارة مصلحة السجون، حيث أن الأسرى كانوا يطالبون بوجود ضمانات من قبل طرف ثالث لأنهم لا يثقون بالوعود التي تقطعها إدارة مصلحة السجون من أجل الاستجابة لمطالبهم، وخاصة أن هذه الإدارة كانت تحاول أن تماطل وتسوف وتؤجل الاستجابة للمطالب، ولكن في هذه الأثناء الإدارة انصاعت لمطالب أسرانا الأبطال المضربين إضرابا عن الطعام في يومهم 28 على التوالي، وهذا يشكل انتصار للحركة الأسيرة في الاستجابة لمطالبها العادلة والإنسانية التي نصت عليها مواثيق جنيف الرابعة لحقوق أسرى الحرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ما هي المدة التي أضرب فيها الأسرى عن الطعام؟ كم بلغت من الأيام؟ يعني مع هذا اليوم الأسرى 27 يوما في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام لأكثر من 2000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهناك 7 من الأسرى المضربون إضرابا فرديا، وهو الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بل على مستوى العالم، حيث أن الأسير ثائر حلاحلة والأسير بلال ذياب قد دخلوا يومهم 76 في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، وحالتهم الصحية غاية في السوء، يعانيان من الإغماء وفقدان الوعي، ولكن قضيتهما الآن في طريقها إلى الحل، حيث عندما يعلق الأسرى إضرابهم في السجون فإن ذلك يعني أن الإضراب سيفك سواء بالنسبة للإضراب الفردي أو الإضراب الجماعي داخل هذه السجون. جهاد صلاح زوجة الأسير رزق صلاح من محافظة بيت لحم. منذ متى وزوجك داخل السجون الإسرائيلي؟ هو معتقل منذ عام 1993 قبل اتفاقية أوسلو، ولغاية اللحظة تقريبا 20 سنة له في الأسر. لا اتصالات تليفونية لا، لكن في فترة الانتفاضة انتفاضة الأقصى قطعت الزيارات لمدة 5 سنوات، ما بعد تم الزيارات كل 8 شهور كل سنة مرة، حاليا قبل شهر زرنا يعني مستمرة زيارة كل شهر مرتين بنزور. زوجك من ضمن الأسرى الذين أضربوا عن الطعام في الفترة الماضية؟ طبعا طبعا أكيد، لا ما تنسوا أنه الأسرى أنفسهم جسد واحد، كلهم يعني مطالبهم واحدة وهدفهم واحد، فبالتالي أكيد يعني. شوف الحركة الأسيرة هي بتمر بمنعطف خطير وهجمة شرسة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة أمنها، تستدعي الكل سواء الفلسطيني والعربي الرسمي والشعبي الوقوف لجانب هذه الحركة لنصرة قضية هؤلاء الأسرى، و يعني لما ما يتعرضوا إلهم من ممارسات قمعية، من تفتيش، من عزل، من عدم زيارات، يعني وهذه القائمة على السايت تطول، يعني مش شيء واحد، أشياء. عشان هيك احنا اليوم في مصر ام الدنيا، احنا هون اجينا حتى من حق الاسير انه نتذكرهم، الاسرى انه نتذكرهم، وخاصه انهم بخوضوا اضراب مفتوح عن الطعام لرد الاعتبار لهم ولكرامتهم كمان. يفترض انه جميعا احنا نشاركهم، سواء مؤسسات، احزاب، شارع عربي، نذكر قضيتهم في كافة المواقف والميادين كمان من خلال الفعاليات، الاعتصامات والأنشطة اللي بترد لهم حقوقهم، المساندة لحقوقهم كمان. يعني أولا الشعوب العربية
بتمر يعني بفترة لا تحسد عليه. ومع هيك أنا عم بطالبهم إنه في شعب فلسطيني، لا زال هناك احتلال إسرائيلي للأرض الفلسطينية، لا زال هناك استشهاد، لا زال هناك اعتقال، لا زال هناك جرحى. لهذا السبب يفترض من الشارع العربي، من الوطن العربي، هو وطن بالنهاية، وطن عربي كامل، يشعر بهؤلاء الأسرى، الأسرى الفلسطينيين بعانوا من فصول معاناة طويل جدا، ولكل أسير حكاية وحكاية طويلة منذ فترة اعتقاله حتى دخوله السجن وحتى اللحظة. فأنا بطالبهم إنه ما تنسوا أسرانا، أسرانا بعانوا. حلو من الشعب العربي، من الشارع العربي كمان، إنه يعني مجرد اعتصامات، مسيرات، اذكروهم في أثناء في الصحف، في كتاباتكم، ما تنسوا هؤلاء الأسرى، لأنهم هدفهم كان واحد، تحرير فلسطين. فلسطين هي والقدس للعالم العربي والإسلامي ككل، وليست للفلسطينيين أنفسهم.